اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. في الحاجة معنا مش عارف، حاسس ان الاضاءة كده من بعد ما عملت الويندوز مختلفة شوية عن قبل ما عملت الويندوز، مش عارف اظبطها زي ما كانت الاول، فانا مش عارف يعني هل كده كويسة ولا لا، ياريت تقولي رأيكم برضو كده. المهم يا جماعة، في الحقيقة في ناس كتير من اللي بيتابعوا قناتي ديت قالوا لي ان احنا بنحب قوي الفيديوهات اللي انت بتتكلم فيها، يعني هم عجبهم شخصيتي وعجبهم طريقتي في الكلام، بس قالوا لي نفسنا نشوفك في محتوى حقيقي يكون غير الالعاب، يعني عايزين محتوى يكون غير الالعاب بس محتوى بجد، يعني مش مجرد الفيديوهات اللي هي بطلع ان انا اسالكم على حاجة او بطلع اعتذر لكم ان انا عملت فيديوهين بس او بطلع اشكركم على ان جبت 11000 مشترك مثلا اوكي، لا عايزين فيديوهات محتوى. قالوا لي يعني مثلا عايزين نشوفك في ردود فعل على فيديوهات، ردة فعل، الحاجات اللي هي من النوعيه دي. فانا في الحقيقه يا جماعه يعني قلت بما ان انا عندي قناه تانية اللي هي فدى عضلات ومش بنشر عليها فيديوهات كتير، فقلت طب ايه المانع ان انا اعمل فيديوهات من النوعيه دي هناك، بس طبعا مش هيبقى المحتوى القناه كله كده، مش يعني مش تبقى القناه بالكامل ردة فعل، لا يعني فيديوهات من النوعيه دي الى جانب الفيديوهات الاساسيه اللي انا بعملها هناك، بحس ارض الناس اللي نفسها في الطلب دوت. فيا ريت يا جماعه تقولوا رايكم في الكومنتات في الموضوع ده وكده، عشان لو لقيت لايكات كتير وتفاعل كتير على الفيديو وكومنتات كتير، ناس كتير طلبت الموضوع ده، هبتدي اعمله. وعلى فكره يا جماعه، بالفعل انا زمان ايام ما كانت القناه التانية دي لسه في بدايتها، ايام ما كانت الديسلايكات بالعبيط، مره واحده جربت اعمل فيديو رياكت هو الوحيد اللي جاب كمية لايكات رهيبة قصاد الديسلايكات، رغم انه كان في عز بقى القناة لسه في اولها ومترشقة ديسلايكات، هو ده الفيديو الوحيد اللي عجب الناس. فانا فعلا حاسس ان لو انا عملت هناك ردة فعل على فيديوهات وكده، حاسس ان الناس هتتبسط من القناة يعني وكده، ويبقى في تفاعل حلو، هيجي مشتركين كتير وكده. بس هو الصراحة يا جماعة يعني انشغالي برضو بالقناة بتاعت الالعاب هو اللي بيخليني برضو ما اقدرش انزل عليها فيديوهات كتير وكده. لكن في حالة لو الناس اللي هنا كلهم اشتركوا في القناه الثانيه وبداوا يتابعوني ويتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي وكده، القناه هتكبر بسرعه، وان هيبقى ليا نفس ارجع انزل عليها فيديوهات زي الاول. انت فاهم قصدي؟ يعني عايز اقول لكم ان القناه دلوقتي حتى مش مكمله 4000 مشترك، يعني حتى على الاقل قفلوا لي 5000 مشترك عشان الواحد يبدا يتحمس ينزل عليها فيديوهات. هحط لكم اللينك في الوصف. يا ريت يا جماعه تشتركوا في القناه وتقولوا رايكم في الفكره اللي انا قلتها، وشكرا جدا لكم، والى لقاء اخر في فيديو جديد. سلام.